معاكم الكابتن عدود من فيديو جديد في يوم الخميس 16 نوفمبر. قبل ما اتكلم في اي حاجه نرجو التفاعل واللايكات والدعم والشير في القناه. عايز اقول حاجه مهمه جدا جدا، تمام؟ اولا الرياضه اللي في الجيم، سواء كان في الجيم او خارج الجيم، الرياضه رقم واحد بتغير نفسيه، بتغير من صحتك النفسيه. متفكر انت تروح تترك في الجيم واعمل عضلات واخش، او انت تتمرن في الجيم وعشان تخس وهدفك عشان تعمل العضلات والكلام ده والحوارات دي، لا. الرياضه بتعمل كل حاجه، تغير نفسيه وتغيرك من الحاله النفسيه بتاعتك ومن ضغوطات الحياه. هندخل بقى علم النفس في الرياضه، وفي نفس الوقت بتعالجك من امراض الضغط والسكر والقلب ومن خشونه الركبه ومن جميع الامراض كلها ومن حرق الدهون. مش فكره ان الواحد يروح يتمرن في الجيم السلام عليكم وعليكم السلام، لا. الرياضه بتغير النفسيه، دي اهم حاجه، واهم حاجه اقولها، تمام؟ اشتركوا في القناه واعملوا لايكات. شكرا لكم.